طبعا كنت زعلان جدا، لان ازاي وانا عندي كورونا ازاي القناه ماشيني، طب استنوا لما ارجع، طب يعني على الاقل كنت امشي نتائج ما امشيش بالشكل ده. يعني محدش يرفض الزمالك ولا الاهلي، يعني مستحيل. هو عارف كويس وانا عارف كويس ان احنا الاثنين مش هنعرف نشتغل مع بعض. الراجل ده صاحب فضل عليا وراجل، انا لغايه دلوقتي مش فاهمها، صاحب فضل عليا بس مش هشتغل معاه تاني. لا خلاص بقى، اول مره وانا عديتك عارف انت ركزت بقى في اللي بيقولوه، يعني عارف انت الدقيقتين ثلاثه كده كلهم في نفس واحد رحت يعني الدقيقتين كده اتخذت معاهم. فعلا كان هتافهم كان رائع جدا، وكان في التوقيت كان لسه الاحداث كانت لسه سخنه يعني. لكن جوري كان مختلف. مختلف مختلف وغير ان هو مختلف وسابع عصره بكتير. انا اول مره اتكلم عن احمد رفعت بعد ما توفى، يعني ما صدفتش ان انا اتكلمت عليه خالص. خالص اول مره اتكلم انا اول مره اتكلم له بصراحه. لما صادفني الحظ وقابلته في 2021 كنت قلت مدرب مختلف، مدرب بطبع مختلف، عنده افكار مختلفه، هادي جدا، رزين جدا، بيطلع وعنده علم طول الوقت. ويمكن كنت اول مره اشوف مدرب بيهتم قوي بتفاصيل تحليل الاداء وتفاصيل الفريق بتاعه في الدرجه الثانيه. استلم الفرقه في الدرجه الثانيه كان في منتصف الموسم، كان فريق كوكاكولا، وحقق معاه انجاز يعتبر انجاز تاريخي، لانه صعد بالفريق في وضع صعب جدا وبامكانيات صعبه جدا. كان الفريق في المركز الاخير في منتصف الدور الاول، قدر ان هو يصعد بالفريق في نفس الموسم ده للدوري الممتاز ويحقق انجاز تاريخي. يمكن كانت اخر صفاره في اخر مباراه معاها صعود فريق كوكاكولا للدوري الممتاز. تحياتي ليكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من بودكاست على دكه الاحتياطي. شرفني ومنورني فيها النهارده المدرب الهادي الرزين اللي برضو عقله بيوزن دهب، كابتن تامر مصطفى. اهلا بيك كابتن تامر. كابتن اسامه اهلا بيك، وانا سعيد جدا اني موجود معاك والله. شرفني منورني النهارده على دكه الاحتياطي. وبودكاست دكه الاحتياطي احنا بنقعد فيه على الدكه بنتكلم مع بعض بكل ارتياحيه كده، والامور بتبقى بسيطه ولذيذه. بس اول سؤال معانا دايما، انت لما بتسمع كلمه دكه الاحتياطي ايه اللي بيجي على ذهنك؟ ان انا مش اساسي، ان انا مش هلعب. مش هتلعب او هاخد شويه من الماتش. يعني دي النقطه. لا، دكه الاحتياطي دي بتاعني كتير جدا، لان يعني الدكه دي مكمله لاوضه اللبس. يعني مهم جدا الناس اللي قاعده بره تبقى قاعدين سواء الجهاز يبقى قاعد مركز جدا في شغله، مهم جدا ان اللعيبه تبقى قاعده بره مركزه جدا وقلبهم على قلب الفرقه وعلى قلب الناس اللي جوه في الملعب ومركزين، حتى لو طلب منه ينزل دقيقه ينزل دقيقتين، ينزل خمسة، ينزل عشرة، بينزل بيعمل المية في المية بتاعته. فدكة الاحتياطي بتاعني كتير جدا جدا جدا. المسمى سهل وبسيط جدا، لكن المحتوى جوه صعب جدا وليه مردود كبير جدا على أي تيم في الدنيا. يعني بالضبط. أكيد دكة الاحتياطي وانت لاعب مختلفة تماما وانت مدرب، ودي ليها ذكريات ودي ليها ذكريات ودي ليها تفاصيل ودي ليها تفاصيل. طيب دكة الاحتياطي يعني أبرز كواليسها معاك، كواليسها بقى كانت حاجات مضحكة أو حاجات فيها مثلا قفشات، وحتى لو كواليس كانت مثلا فيها خناقة فيها مشكلة وانت لاعب الأول. لا، هي وانا لاعب الحمد لله رب العالمين ما عادش كتير، يعني ما عادش احتياطي كتير. انا لعبت وانا صغير، لعبت وانا عندي 17 سنة نشيل مقاولين. نشيل مقاولين لعبت 17 سنة مع كابتن بدو عبد الفتاح الله يرحمه. ما عادش كتير، حتى من صغري لعبت وطلعت كنت اساسي في الفريق الاول والحمد لله رب العالمين. يعني ما عادش كتير، لكن وانت مدرب لا عندك كواليس كتير وعندك تفاصيل كتير جدا. ودكه الاحتياطي دايما انا من النوع اللي لازم الدكه تبقى دايما طول الوقت محافظه على هدوءها ودايما طول الوقت مركزين في شغلنا، مالناش دعوه باي حاجه نمط بره. نمط الدكه مع نمط المدرب كلكم مهم جدا. مهم جدا النمط، ومهم جدا نتكلم نفس اللغه. دي اللي هتودينا لحته مهمه جدا اللي انا بقولها لك يا كابتن اسامه، ان دكه الاحتياطي هي مكمله لشكل التيم. يعني انت النهارده وانت بتتفرج على تيم ما تعرفش ايه اللي في اوضه اللبس جوه، لكن وانت بتشوف الدكه وانت بتشوف التيم ونازل يسخن وانت بتشوف، هي دي النقطه بتحافظ على البراند بتاعك، بتحافظ على شكلك، بتحافظ على شكل التيم بتاعك، بتحافظ على التفاصيل بتاعتك مهمه جدا جوه الشغل. فدكه الاحتياطي وانت 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 مدرب لا عندنا تفاصيل كتير جدا. اخرها كان مباراه فيوتشر مع NBA في الكاس لما خدنا التيم ورجعنا بيه شويه لورا في تفاصيل غريبة جدا واحداث غريبة جدا لما نروح لها بعد كده. لكن زي ما بقول لك يعني فيها تفاصيل كتير. يعني اكتر لعيب كان دمه خفيف زملك في المقاولين او في المنتخب، لعبت في المنتخب مع كابتن الجوهري فترة. كان كنت لسه بنتكلم من مباراة استونيا، كان الظهور الاول ليك والنجم، وكان أسطورة الكرة المصرية في فترة من فترات كابتن أبو تريكة، انتوا الاثنين نزلتوا مع بعض، كان اول زور ليكوا بتشيرت منتخب مصر. احكي لي طيب على دي، يمكن دي اول لقطة بالنسبة لك مع منتخب مصر. بص يا سامة، انا ما كنتش محظوظ في المنتخب الاول. يعني منتخب الاولمبي خلص من هنا وخدنا الحمد لله دورة الألعاب الأفريقية في زيمبابوي 95 رود كلور مع كرول،
وبعد كده رحت المنتخب الاول على طول. تمام. بص بقى يعني سوء الحظ ما في المنتخب الاول. اول تجمع للمنتخب الاول كان 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 في المقاولين والاسماعيلي مباراه مؤجله من الدوري. قال لك لا لعيبه المقاولين والاسماعيلي مش هيروحوا اول معسكر، وانا كان اسمي موجود، كان الراجل واخدني. فالمعسكر اتعمل من غيرنا واحنا لعبنا المباراه بتاعتنا. كان كابتن جاري ولا كان لا؟ كان كرول برضه. كان كرول، كان كرول صعد بالزبط. صعد مش عارف ورا كابتن محسن باين تقريبا، كابتن محسن صالح. وبعد كده حصلت له اقاله وكده. جينا التجمع الثاني برضه خدني معاه، كان في دوره وديه في جنوب افريقيا 96، وبرضه قبل ما اروح البطوله دي جالي مزق في العضله الاماميه فما روحتش البطوله دي. سبحان الله جه بقى كابتن جوهري، قعدت عافر كتير جدا جدا عشان اروح منتخب الاول. صدفت بقى ان هي مباراه استونيا دي وليها كواليس معايا شخصيه انا كبيره. يعني ايه بقى؟ هقول لك انا، لان المباراه دي كان الكابتن جوهري مش هياخد الدوليين، كان بعد ماتش الجزائر بتاع 5-2 في تصفيات كاس العالم. كاس العالم كان بعديها على طول بحوالي اسبوعين او حاجه زي كده. فالكابتن جوهري قال انا مش هاخد الدوليين، كده كده احنا صعدنا كاس امم افريقيا، فهاخد اللعيبه المحليين مع دوليين اللي هم يعني يظبطوا التيم يعني ويعمل ميكس بيننا يعني. فروحنا المباراه دي، اول مباراه استونيا اتعادلنا 3-3. المباراه دي انا فاكر ده كان اول مشاركه، اول مشاركه ليا، اول منتخب، اول منتخب، اول منتخب، اول مشاركه. فكنت انا وابو تريكا طبعا النجم الكبير، كان اول زور لابو تريكا في منتخب مصر، كان في الترسانه ساعتها. كان في الترسانه، كان في الترسانه ساعتها، وبصراحه من يومه هو نجم كبير ولعيب كبير، وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي كمان حاجه مختلفه جدا. فروحنا لعبنا المباراه دي، نزلت انا وهو في نفس الدقيقه تقريبا، وتعادلنا 3-3. وبعدين رحنا لعبنا ليبيا في ليبيا. كابتن جوهري نزلني الماتش اللي هناك، ده كان ماتش رسمي، ماتش رسمي. ليبيا في ليبيا ده كان ماتش رسمي. اتغلبنا 2-0. فعمل لنا اجتماع في الاوضه بعد المباراه، قال انا لو هخرج بالسفريه دي بمكسب فهو تامر مصطفى. كنت انا مؤدي الماتش ده، رغم ان احنا خسرنا، لكن انا نزلت لعبت 25 دقيقه، كنت كويس جدا فيهم، وحتى التمرين والتركيز والتعليمات اللي بيقولها لي كنت مركز فيها جدا. جابني بقى بعد كده مرني لوحدي الكابتن جوهري بره النادي. بره النادي كنت انا ومجموعه لعيبه تانية اربعه او خمسه، كنا بنتمرن في تراك الشمس. كابتن جوهري كان مختلف. مختلف وغير ان هو مختلف وسابق عصره بكتير. يعني لما اشتغلت انا في الاردن وهو كان مشرف علينا في الاردن، فكنت بقعد اتكلم معاه بقول له كابتن جوهري انت حضرتك جيل 90 ده، انك تاخده من 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 المحليه قوي، انك تاخده تنقله للعالميه دي ونروح كاس عالم ونادي الاداء ده، اكيد كان جهد كبير جدا. قال لي اعتبر انا ما كنتش بنام. كابتن جوهري قال لي انا ما كنتش بنام. قال لي انا حياتي كلها شغل، انا بقوم الصبح اشتغل، بالليل اشتغل، بعد الظهر اشتغل. فكنت دايما طول الوقت مركز، وطول الوقت عيني على لعيبتي كويس، وطول الوقت انا شايف لعيبتي وشايف فرقتي هتروح لفين والكلام ده كله. في نقطه مهمه برضه عشان برضه للامانه تقتضي ان انا اقولها، ان كابتن جوهري ملغاش الدوري بتاع 90. ما لغاهوش، مش هو اللي لغاه، مش الكابتن جوهري اللي لغاه. اتحاد الكوره، كابتن جوهري قال لهم يا جماعه كملوا الدوري، انا هاخد اللعيبه بتاعتي وانتوا كملوا الدوري. فاتحاد الكوره ساعتها قال له لا خلاص يبقى نلغي الدوري. قال لهم خلاص براحتكم يعني، ده روايه، دي روايه، دي روايه من الكابتن جوهري الله يرحمه. مين اللي كان ورا قرار اتحاد الكوره ولا اهلي زمالك؟ ما اعرفش، ما اقدرش احكم بقى ساعتها الكلام ده يعني. ساعتها كنا سو كان قال لك كده، قال لك عشان فعلا انا في الاردن. قلت له يا كابتن انت حضرتك لغيت الدوري؟ قال لي لا انا ما لغيتش الدوري خالص، انا كل اللي انا عملته بالظبط. قلت له انا هاخد اللعيبه دول 6 شهور قبل الدوري، من شهر يناير قبل كاس العالم، سوري، من شهر يناير لغايه كاس العالم في شهر 6. قال لهم انا هاخد التيم بتاعي، اللعيبه بتاعتي اللي هركز عليها 30 لعيب، والعبوا الدوري من غير الدوليين. كان ناقص دور تاني او حاجه زي كده يعني. فطبعا لغوا الدوري ساعتها وعملوا بدال، وكان كاس الاتحاد او حاجه زي كده، عمل بطوله زي بطوله مختلفه تانية. كنت انت على الدكه انت وابو تريكا ونزلتوا مع بعض. وابو تريكا كان برضو اول مره، واكيد خضت المنتخب بالنسبه له مختلفه، خاصه ان ابو تريكا ما لعبش منتخب اولمبي او ما شاركش شويه في الناشئين كتير يعني، مع المنتخبات الناشئين كتير. كان الظهور دايما اول ليه كان مع منتخبات المنتخب الاول. احكي لي بقى ابو تريكا على الدكه جنبك، كنتوا بتجهزوا عشان تنزلوا ماتش استونيا ولعبتوا ماتش ليبيا اعتقد كمان مع بعض. ليبيا ما لعبش هو، ما لعبش هو، انت لعبت وهو ما لعبش. اه انا لعبت وهو ما لعبش. لا هو طبعا ابو تريكا يعني، هو تحس ان هو من يومه هو كنتوا في الاوضه مع بعض ولا لا؟ ما كناش في الاوضه مع بعض. لا ما كناش في الاوضه مع بعض، لكن ابو تريكا من يومه هو نجم كبير. واخلاقه مختلفه واداؤه مختلف واداؤه سهل وبسيط جدا، ودايما طول الوقت تحس ان هو
يعني عارف بيفكر في حاجه مختلفه دايما في اللعب في الكوره في التمرين كمان ممتع جدا يعني انا ما كنتش ليا الحظ ان انا اتمرن معاه كتير او ان انا اشتغل معاه كتير مع ان انا اكبر منه بسنتين ثلاثه لكن ابو تريكه هيفضل ابو تريكه وحاجه موقف من نجوم موقف ما تنساهوش معاك هو مواقف ضحكنا فيها كتير بس عارف انت الفكره ان احنا كنا دايما طول الوقت كنا جداد على المنتخب فكان كلامنا كان قليل فعارف انت لما بتدخل على مجموعه جديد فانت مش فاكك يعني عارف بالبلدي كده فانت دايما طول الوقت كلامك كان قليل بس كنا دايما قاعدين مع بعض على ترابيزه واحده ودايما هو طول الوقت بصراحه يعني كان باين ان هو من اول يوم ان هو ان شاء الله يعني كان يروح لبعيد وهو فعلا نجم كبير لقطه ما تنساهاش على الدكه مع كابتن جوهري او حتى في المقاولين وكان موقف بالنسبه لك اتخضيت من الموقف لقطة ما ننساهاش واحنا بنلعب الزمالك في احداث فلسطين الاخيرة دي ماتش اللي كسبناهم فيه 2-1 جمهور الزمالك طول التسعين دقيقة كان بيشجع وكان بيهتف لفلسطين وربنا يا رب يثبتهم وينصرهم ان شاء الله باذن الله يعني فبصراحة اول مرة تشد اول مرة اسرح يعني والجيم شغال يعني الخمس دقايق كده خصوصا مع بدايه الجيم يعني هم ما شجعوش خالص الزمالك الماتش ده اللي احنا في استاد المقاولين اللي كسبنا فيه 2-1 كان مع اوسوريو تقريبا تمام اول مره تحس انك تسرح اول مره وانا على الدكة عارف انت ركزت بقى في اللي بيقولوه يعني عارف انت الدقيقتين ثلاثه كده عارف كلهم في نفس واحد رحت يعني الدقيقتين كده اتخذت معاهم ودي حقيقه والله فعلا ده اللي حصل يعني لان فعلا كان هتافهم كان رائع جدا وكان في التوقيت كان لسه الاحداث كانت لسه سخنه يعني فكنت مركز معهم جدا يعني تمام يبقى خلينا يعني من على الدكه هروح بيك برضو وانت لسه في مسيرتك كلاعب تالقت مع المقاولين بشكل كبير جدا واعتقد كان ليك دور في حصول على بطوله افريقيا مع المقاولين كاس مصر 95 وكاس مصر وكان ليك يعني نقدر نقول ايه نجم الشاشه ساعتها في الانتقال واتعرض عليك الاهلي واتعرض عليك الزمالك قلت لا انا مش هروح الزمالك هروح لا 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 والمفاوضات وصلت لمرحله لا اللي لا حصل لا انت كنت هتروح الاهلي لا مش كنت هروح الاهلي ايه اللي حصل مش كده لا كانت هي كان سنه كام الاول كان سنه 2000 او 99 قعدت مع الكابتن لانه كان اكتر جديه يعني كان كان إيه الاهلي ما انا رحت للكابتن ثابت كلمني وعن طريق وسيط يعني ورحت قابلته وقعدت معاه في النادي الاهلي وكان الله يرحمه المدير الاداري عايز افتكر اسمه الله يرحمه ناسي اسمه بس افتكره يعني فالمهم رحت قابلت الكابتن ثابت في المكتب وقعدت معاه وقال لي ان اصلك قد ايه في عقدك قلت له لسه 3 سنين قال لي كتير قوي فهنشوف مع النادي ونحاول مع النادي والكلام ده كله فساعتها بقى كان في احداث بقى محمد فاروق كان في تركيا بيسيب الاهلي وبعدين حسام وابراهيم حسن كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن بيروحوا الزمالك وكان في كان سوبل كان هو المدير الفني فساعتها بعدها باسبوعين قعدت دي باسبوعين او ثلاثه فسوبل مشي او الجهاز مشي يعني فجابوا جهاز جديد فالمفاوضات طبعا كلها انتهت يعني مع تسوبل مع الجهاز بتاع تسوبل وكابتن ثابت يعني انت اللي كان طالبك تسوبل والموضوع انتهى والموضوع ما كان مع كابتن ثابت وانتهى بقى مع يعني النادي ما دخلوش النادي وما اتكلموش طيب. قصة الزمالك ما فيش الزمالك كان كلام بس لكن ما وصلش اكتر من هو كلام يعني كان كلام بس ساعتها عارف كنت منتخب اولمبي والحمد لله كنت ماشي كويس فكان الزمالك كان في كلام كده بس الكلام مجرد الكلام ما وصلش للتفاوض الرسمي يعني مع الزمالك يعني ما كملش لا ما كملش لا كملت في المقاولين بعديها كملت في المقاولين لغايه 28 سنه النادي هبط السنه دي هبطنا درجه تانية ورحت المحله 6 شهور وكان اول انتقالات بقى اللي هي بتاعت يناير دي ورحت انا بقى وبعد كده رحت بعد 6 شهور في المحله رحت قناه سنه ونص بعد 6 شهور او تقريبا 8 شهور جالي وتر اكيليس اتقطع فبطلت كوره بقى هنا كانت صعبه ساعتها في العلاج يعني بطلت كوره 29 سنه تقريبا كان سنه 2004 بنتكلم انت على هبوط المقاولين كان تصادف بعد انت ما مشيت من المقاولين تصادف هبوطه كان اخر موسم ليا في المقاولين وهبط المقاولين واحنا بنعيش نفس الوقت ده مع هبوط المقاولين العرب وانا عارف المقاولين العرب بالنسبه لك بيتك طبعا حاجتين انا بستغربهم دايما ليه المقاولين هبط للدوري الممتاز بكل الامكانيات وبكل الدنيا اللي هو فيها دي بتاريخه الكبير وليه الكابتن تامر مصطفى لغايه اللحظه دي ما مسكش نادي المقاولين العرب
طب خلينا ناخد السؤال الاولاني. هبط المقاولين يعني صعب جدا علينا ان احنا نقول مقاولين العرب ان هو يهبط، يعني الامكانيات الكبيره والامكانيات الجباره اللي جوه نادي المقاولين دي اللي انت مش ناقصك حاجه خالص، في المقاولين العرب مش ناقصك حاجه خالص. فان المقاولين يهبط دي صعبه جدا جدا. انا بقول هرجع لورا شويه، احنا لما خدنا كاس مصر كان عددنا كبير جدا جوه 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 التيم من ولاد النادي. لما خدنا 95 الكلام ده، لما خدنا كاس افريقيا جوه الملعب في الفاينل كان في 7 لعيبه عندهم 21 سنه. فده يرجع لقطاع الناشئين اللي انا شايف ان هو يعني قل شويه في الترتيب بتاعه عن زمان. زمان كان قطاع الناشئين المقاولين العرب كان رقم واحد في مصر، دلوقتي لا، في ناس سبقته شويه، في ناس اشتغلت شويه، لكن املنا في ربنا سبحانه وتعالى ان باشمهندس محسن صلاح والباشمهندس محمد عادل اللي انا بقدرهم جدا وبحترمهم جدا ان شاء الله يقدروا ينقلوا القطاع في حته ثانيه. من غير تزويق كلامك يا كابتن تامر، انت راضي عن قطاع الناشئين في دي؟ ما انا لسه بقول لك كان ترتيبنا الاول. لما رحت اشتغلت في انبي زعلت على قطاع الناشئين. ليه حصل ده؟ انا بقول لك لما رحت اشتغلت في انبي زعلت على قطاع الناشئين المقاولين العرب. كنا احنا كده زمان. يعني لما رحت اشتغلت في انبي الفريق الاول كان عندي فرايتي كتير من الولاد الصغيرين من اللي هم الناشئين. لما المقاولين دلوقتي يعني الدنيا مش احسن حاجه في قطاع الناشئين، اكيد يعني في تراكمات قديمه، واكيد طبعا ما بقيناش زي ما بقول لك ما بقيناش رقم واحد في قطاع الناشئين. لكن انا شايف ان شاء الله باذن الله الدنيا تتغير الفتره اللي جايه، ويقدر المقاولين العرب يرجع تاني يبقى رقم واحد في قطاع الناشئين، وان شاء الله يرجع تاني لمكانه في الدوري الممتاز باذن الله. ليه تامر مصطفى مسكش؟ ما مسكش المقاولين، ما صدفتش والله. يعني ما عارف ما صدفتش. انا ما اشتغلتش ولا يوم في المقاولين، يعني ولا يوم ولا قطاع الناشئين ولا يوم. انا ما اشتغلتش ولا يوم في قطاع الناشئين المقاولين ولا الفريق الاول، يعني من ساعه ما بطلت كوره ما اشتغلتش ولا يوم. اشتغلت خلصت. انت مش قريب من الناس في النادي؟ مش قريب. انا دايما طول الوقت ما بعرفش، انا مش اجتماعي. ما بعرفش يبقى عندي لينك دايما مع حد ودايما طول الوقت على تواصل، ما بعرفش. دي عندي مشكله كبيره فيها. انا دايما مركز طول الوقت. بتعترف بالمدينة انت؟ لا انا مش اجتماعي. انا بقول لك انا مش اجتماعي، انا ما عنديش علاقات كبير. ما عنديش اصحاب نخرج ونقعد، ويعني قليل جدا، يعني بخرج قليل جدا من البيت. يعني لو ما عنديش تمرين انا ما بخرجش كتير بره البيت يعني. فانا دايما طول الوقت قاعد بقى بتذاكر شويه، قاعد مع الولاد والمدام في البيت شويه، بتخرج قرايبك مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن فكره اصحاب وفكره بقى يبقى في ليك مجموعه تنزل معاها كل يوم وتقعد في مكان معين كل يوم، لا انا ما عنديش. علشان كده انت مش قريب. مش اجتماعي. انا مش اجتماعي. نادي المقاولين ما فنادي المقاولين لا نادي المقاولين ما صدفتش بقى. يعني لما انا بدات اتعرف شويه وبدات ان انا النهارده اصعد بكوكولا وبدات المقصه والجونه وامشي في وامبي ما صدفتش ان احنا كان في وقت فاضي كنت انا فاضي فيه والنادي كان عايز مدرب ولا ما صدفتش خالص يعني. بس فان شاء الله باذن الله يجي يوم باذن الله ونخدم نادينا وبيتنا، لان مش هنتاخر عن بيتنا يعني. فتره فيوتشر كانت فيها اوقات صعبه، يمكن اصعب لحظه واصعب مشهد كان مباراه الاتحاد السكندري ولحظه صعود احمد رفعت الله يرحمه. انا يعني مش حابب نتكلم في القصه تاني كتير، بس احمد رفعت كان قبل الماتش ده كابتن جاهز فنيا، جاهز من ناحيه التغذيه، من ناحيه سايكولوجيا، حتى نفسيا كمان يعني، ولا ايه؟ يعني انت كنت شايف احمد رفعت ازاي في الفتره دي؟ انا اول مره اتكلم عن احمد رفعت بعد ما توفى، يعني ما صدفتش ان انا اتكلمت عليه خالص. اول مره اتكلم انا اول مره اتكلم عليه بصراحه. احمد رفعت شخصيه رائعه وبني ادم جميل ولعيب كوره الله يرحمه، وكان لعيب كوره كبير جدا جدا يعني بصراحه، ومختلف، الباص بيطلع منه مختلف، عنده رؤيه طبعاً. مختلفه طبعاً. عنده كوره مختلفه، كواليتي تحس ان هو كواليتي مختلف يعني. فاحمد كان اول مره اتعامل معاه، فجينا وقعدت، كان لسه مصاب اول ما انا رحت، فقال لي يا كابتن انا قدامي بس فتره اتصبت مع كابتن حسام في المعسكر في اسكندريه، فان شاء الله قدامي بس اسبوع ولا حاجه وابقى معاك يعني. فجينا ماتش الهلال الليبي، ماتش مصيري بالنسبه لنا، قلت له يا احمد ايه الدنيا ايه؟ قال لي لا الدكتور بيقول يا كابتن لسه معلش انا عايز امن نفسي شويه نعدي بس الماتش ده. انت شايفه طبيعه الفتره دي كلها مفيش اي حاجه؟ عادي جدا مفيش اي حاجه. نزل معانا التمرين بعد ماتش الهلال الليبي واشتغل معانا كويس، وكل شويه اطمن عليه يا احمد ايه الاخبار؟ لا يا كابتن زي الفل وانا تمام وجاهز وعايز العب وعايز اعوض اللي فاتني، وانا ان شاء الله هبقى هرجع تاني. قلت له يا ابني ان شاء الله ترجع منتخب مصر تاني وترجع تكسر الدنيا تاني. رحنا لعبنا زد الاول. قلت له يا احمد انا هلعبك 20 دقيقه بس، انا عايز منك 20 دقيقه مش عايز منك اكتر من كده. قلت ادخله طبعا
بالنسبه ان هو بعيد فتره كبيره عن المباريات، فمحتاج ان انت هو لعيب كبير يدخل. بالنسبه اه طبعا لعيب مهم جدا، لعيب مهم جدا، لان انا عيني على افريقيا يعني انا عيني ان انا بجهزه عشان ماتشين يعني زمان. ما كانش لسه القرعه اتعملت، فكان دور الثمانيه بقى، فكان هيطلع يعني، فقلت ان شاء الله يفيدنا يعني. فبدات 20 دقيقه ماتش زد، قال لي ماشي يا كابتن. ف سبحان الله بقى يعني لعبهم كويس جدا. جينا في ماتش الاتحاد، كنا اول يوم رمضان، فقلت له يا احمد انا هلعبك 30 دقيقه بس، خلاص قلت 20 30 بعدين 45 بعدين هديله 60 دقيقه، هفضل ماشي معاه بالشكل ده لغايه ما ارجعه، لان انا مش عايز اخسره تاني يعني. انا احمد يفيدني 45 دقيقه احسن ما اخسره خالص، فدي الفكره بالنسبه لي. فحتى بين الشوطين اول ما الحكم نزلنا الشوط الثاني ناديت له، قلت له يا احمد تقدر تشتغل 30 دقيقه؟ قال لي يا كابتن اشتغل دلوقتي. قلت له لا مش هتشتغل دلوقتي. قال لي عشان خاطر يا كابتن نزلني دلوقتي. قلت له لا 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 مش هتنزل دلوقتي، انا هلعب. قلت زي ما قلت لك 30 دقيقه احمالك انا مقننها، وان شاء الله ال 30 دقيقه دول تقدر اقدر اخد منك احمالك مقننها. اذا انت كنت شايف ان احمد الله يرحمه طبعا محتاج واقف فبدنيا، لا واقف كويس مفيش مشكله، لا هو ما فيهوش حاجه خالص احمد خالص. ما كانش التمرين بيعمله كله، بيعمل معانا كل حاجه تمام. بس انا مش عايزه يتعور تاني تمام. ما مش شرط الاصابه نفسها يعني، خلي بالك ممكن يبقى لود على اصابه تاني، على عضله تانية، ممكن يبقى بشكل تاني ممكن خلي بالك احمد من النوع العنيد شويه اللي هو ما بيحبش يبقى وحش فممكن يقوم داس على نفسه لو هو مش فايق في الكوره يعمل اي حاجه، فممكن يتعور. فانا مش عايز اخسره، انا عايز احافظ عليه على قد ما اقدر ان شاء الله. حتى كان لعب معايا دور الثمانيه ماتشين الزمالك دول ان شاء الله نص ساعه، انا مش عايز منه اكتر من كده، فاهم قصدي ايه في الحاله اللي هو فيها ساعتها. فقلت له احمد انا شايف ان 30 قلت له احمد قبل الماتش قال لي يا كابتن انزل دلوقتي، يا كابتن عشان خاطر ما تقلقش، يا كابتن والله انا كويس انزل دلوقتي. قلت له لا هم 30 دقيقه مش هنزلك بين الشوطين. قال لي يا كابتن عشان خاطري والله انا كويس، وقعد يتحايل عليا شويه، وقفت انا هو على الخط قبل ما الحكم يصفر. قلت له لا روح يا احمد سخن كويس قوي وتعالى، انا ب 30 دقيقه بالظبط وهتنزل تشتغل بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعه تنزل بالظبط تمام. فنزل وسبحان الله بقى حصل اللي حصل، ودخلنا بقى في القصه بتاعت موضوع قلبه ده والقصه دي كلها. طيب للامانه ودي شهاده قدام ربنا سبحانه وتعالى يعني، عشان برضو يعني احنا الواحد بس عايز يبقى يبان صوره البني ادم قدام الناس يعني سليمه والحقيقيه. هل احمد كان بياخد منشطات معينه؟ هل كان بياخد مكملات غذائيه دخلته في الدوامه دي؟ بص يا اسامه والله ما خد حاجه خالص في حد علمي. شوف انا بقول لك حد علمي، انا كمدير فني ومتابع مع الدكتور بتاع التيم، ما خد حاجه خالص خالص يعني سبحان الله، حاجه كده من عند ربنا سبحانه ليه وتعالى. ليه طيب الكلام ده؟ انت عارف احنا حريفه كلام، احنا حريفة كلام. فوقع اصل بياخد مش عارف ايه، اصل بيعمل ايه، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل ايه، اصل ايه، احنا حريفة كلام. لكن احمد للامانه قدام انا واللي انا شفته بالكواليس اللي جوه النادي، احمد ما خدش حاجه خالص. اليوم ده يوم خالص الماتش خالص. كان رمضان وفطر كان فطرنا كلنا زينا قصة كلنا قصه بقى شرب القهوه وقالت انا دي ما انا التفاصيل دي ما اعرفهاش، انا مش معاه في الاوضه يعني. انا النهارده محمد النهارده انت شربت قهوه انت في الاوضه مثلا، احنا خلصنا احنا بقول لك مثلا البرنامج بتاعنا كذا كذا كذا، هنفطر المحاضره بتاعتنا الساعه كذا، كانت محاضره قبل الفطار، بنفطر بنصلي المغرب سوا، بنروح على الاستاد نصلي العشاء والتراويح، وبعدين ننزل نسخن. الفتره اللي ما بين دي انا ما براقبش كل العيب، انا مش واقف قدام كل العيب فاهم قصدي. في لعيب مثلا ممكن يشرب فنجان قهوه، في لعيب يشرب اتنين، ما انا ما اعرفش فاهم قصدي. عادي يا كابتن اللعيب يشرب واحد او اتنين عادي، مفيش مشكله مفيش مشكله. لكن هي برضو الفكره ان انت يعني انت ممكن بتشرب فنجان قهوه يعني يفوقك سن لكن برضو اي حاجه فيها لود فيها حاجه زياده بتفرق معاك طبعا. لكن انا شايف ان طبيعي يعني، ما فيش حاجه بره الحاجه الطبيعيه يعني. هل احمد قعد معاك في يوم من الايام قال لك انا كنت بمر بازمات نفسيه، انا عندي ضغوط خالص، قصص اللي حصلت بعد خالص. بعد طبعا مرضه وهو طلع بعد كده اتكلم عليها، انت كنتش تعرف؟ لا خالص 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 ما عادش معايا خالص خالص، ما اتكلمناش في القصه دي خالص، ما اتكلمناش بره الكوره انا واحمد خالص. ولا اعرف حياته الشخصيه ولا تعرف حتى الكواليس، ولا اعرف ان هو انا كنتش عارف ان هو خاطب اصلا يعني، ما عرفتش الا في المستشفى يعني واخد بالك. لان احمد كان دايما طول الوقت انت عارف احمد مركز قوي وفي حاله دايما طول الوقت، خلص تمرين في اي كومنتات بنتكلم فيها، في اي حاجه في تحليل الاداء بنقعد نتكلم فيها، فكان كلامي معاه كله كوره،
ما اتكلمناش بره كوره، لكن فتره قصيره ما لحقتش، ما لحقناش العلاقه بيني وبينه. ولا اتقال لك ان احمد كان عنده مشكله في الاداره، كان عنده مشكله مع خالص ما كنتش تعرف القصه دي خالص؟ والله اعرف والله، يعني انت عرفتها منه هو؟ انا عرفتها من الاحداث، انا عرفت من الاحداث بعد كده، لكن ما كنتش اعرف خالص. اول يوم جه فيه التمرين بعد ما خرج من المستشفى، احكي لنا. كنت انا مشيت بقى. كنت انت مشيت؟ كنت ما حضرتش انت لما هو جه؟ كنت انا مشيت. ما كنتش انا موجود. لا ما كنتش انا موجود، كان الكابتن طلعت هو اللي موجود، لكن ما كنتش انا موجود يعني. كنت طول الوقت انت كنت في المستشفى بتزور؟ طبعا انا كنت بروح لاسكندريه كل يوم. كل يوم كل يوم كنت بروح لاسكندريه كل يوم يعني. ومحمد اخوه، واحمد اخوه، ومحمود اخوه قابلتهم، والحاجه قابلتها ربنا يصبرها يا رب، وعرفوني بقى خطيبته، فعرفت اول مره اعرف ان هو خاطب، والناس كلها بصراحه كانوا في ظهره. وهيثم بصراحه للامانه ما سابوش يوم يعني، عشان برضه اقول اللي ليا واللي عليا، هيثم ورامي ما سابوش يوم يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. عشان ساعات ويبقى في مباراه السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك، هل لو الزمالك خسر المباراه دي جوميزا يبقى خارج الزمالك؟ ليه يبقى خارج الزمالك؟ ليه عمل ايه عشان ده اللي متصدر للمشهد في كل يعني في كل الكلام الاعلاميه يعني. هي دي المشكله. الراجل جه في ظروف صعبه السنه اللي فاتت، وقدر ياخد الكونفدراليه ونجح بصراحه فيها بصوره كبيره جدا، والدوري كان الزمالك كان بعيد خلاص، فما قدرش يكمل في الدوري. الكاس ريح اللعيبه وخرج من طلاع الجيش خلاص. تعالى بقى السنه دي اصبر على الراجل شويه، ده اول ماتش. طيب انت شفت الزمالك افريقيا وشفت الاهلي افريقيا، مين كفته ارجح؟ النغمه اللي ماشيه دلوقتي ان الاهلي اقرب. لا هو مش الاهلي اقرب، هو الاهلي مستقر شويه، الاهلي عنده ثقه شويه، الاهلي لعبته تحس ان هم خلاص يعني في اليه في الاداء شويه، واخد بالك؟ الزمالك لسه ما وصلش للمرحله دي. ماتشين بتوع افريقيا يقلقوا شويه، لكن مش مقياس. مش معنى ان انا هروح وانا مش في احسن حاجه ان جوه 90 دقيقه ان انا برضه هبقى مش احسن حاجه، مش شرط. ومش معنى ان الاهلي هيروح وهو شكله ظاهريا شكله كويس ان هو جوه 90 دقيقه يوم المباراه يبقى كويس، دي بطوله لوحدها خالص. هو اللقاء بتاعهم اصلا بين الاهلي والزمالك بطوله لوحده، تخيل بقى ما بالك بقى ان بطوله سوبر خلاص. خلي بالك خبرات الزمالك مهمه جدا، خبرات الزمالك في الشيكابالا، في عبد الله، في ناصر، في عمر، في المسلوسي، فاهم قصدي ايه؟ في زيزو، واخد بالك؟ في مجموعه لعيبه كويس، لعيبه خبرات كبيره جدا، تقدر تشحن التيم ويقدروا يقفوا على رجليهم ويقدروا يتعاملوا مع 90 دقيقه بصوره كويسه حتى لو هم مش جاهزين 100%. اكيد. خلي بالك والزمالك والاهلي طبعا ما تنساش ان الاهلي في حاله ظاهريا في حاله افضل، انا بقول لك اهو. والاهلي عنده لعيبه كبيره وعنده استقرار وكولر مدرب كبير وخلاص، وصلوا لآليه في الاداء مع بعض، ووصلوا لتناغم وانسجام مختلف، واخد بالك؟ فالنهارده خلينا نتفرج على الجيم بغير حسابات، خلينا نتفرج على الجيم من غير اصل جوميز هيمشي، اصل كولر ممكن نبقى اول. انت مش شايف ان في كف ارجح من كده؟ انا بص يا اسامه، دايما اوعى دايما طول الوقت من الاهلي والزمالك تعلي كف على كف، مستحيل. انا بقول لك مستحيل، خصوصا كمان في المباراه اللي فيها بطوله، واخد بالك؟ في المباراه اللي فيها بطوله، المباراه اللي فيها بطوله دي ليها حسابات مختلفه، واخد بالك؟ جوه ال 90 دقيقه اللي مركز واللي فايق واللي واقف على رجليه كويس واللي دايما طول الوقت مهتم بالتفاصيل هو اللي ربنا هيكرمه ويكسب. بس في الاخر بنختم كده بلعبه، اللعبه بتتغير على فكره كل مره على الدكه، بنلعب لعبه مختلفه. لعبه النهارده ان انا في مجموعه صور هتشوفهم دلوقتي على الايباد، هتقول انت الاسم وهتوجه له بقى رساله، توجه له لوم، توجه له عتاب، اللي انت عايز تقوله. بس ما دام هتشوف الصوره وهتقول اسمها لازم حاضر تقول الرساله ايه او الكلمه اللي هتقولها ايه. حاضر. اتفضل يا كابتن. جنش. جنش بقول له ربنا يوفقك ويكرمك، وانت جول كبير، وانا اتشرفت من انا دربتك الفتره القصيره دي، وان شاء الله باذن الله اشوفك في احسن حال دايما. مش عايز تقول له نصيحه او حاجه؟ لا والله، جنش ممتاز والله، والله ما شفت منه غير كل خير بصراحه، فربنا يوفقه يا رب ويكرمه ان شاء الله. ايه اللي بالصفحه اللي بعدها كده؟ ايه اللي بقى الصوره اللي بعدها؟ دكتور وليد طبعا حبيبي يعني. دكتور وليد بحبه على المستوى الشخصي، انا بحبه جدا. ممكن نختلف لكن هتفضل طول الوقت في محبه وفي معزه في قلبي مختلفه بالنسبه له، ان الراجل ده بصراحه احنا ممكن اختلفنا تاني في التقييم، اختلفنا في التقييم التيم، لكن انا شايف ان دايما الراجل ده بصراحه من الناس الجميله اللي هتبقى اضافه للرياضه المصريه ان شاء الله. استاذ ايمن الشريعي حبيبي طبعا، انا قلت لك في وسط الكلام ان انا الراجل ده صاحب فضل عليا، وراجل انا لغايه دلوقتي مش فاهمها، صاحب فضل عليا بس مش هشتغل معاه تاني. لا خلاص بقى، هي مرحله وخلصت، وانا شايف ان انا يعني الحمد لله قدرنا ننجح انا وهو في المرحله دي، وان شاء الله ربنا يوفقه بإنبي الفتره اللي جايه. طب لو هتوجه له نصيحه قبل ما تقلب بس الصوره، لو هتوجه له نصيحه تقول له ايه؟
لا ايمن ما شاء الله، ايمن مش محتاج حد ينصحه، ايمن كابتن تاب صدقني والله مش محتاج حد ينصحه، ايمن ان هو عارف هو بيعمل ايه. و طب مش هشتغل معاه تاني ليه؟ لا خلاص هي مرحله وخلصت. مرحله وخلصت بس مرحلة مش عايز اتفصل اي حاجه فيها. لا هي مرحله وخلصت وانا كنت سعيد بيها جدا جدا بصراحه يعني. تمام كابتن حسام حسن ربنا يوفقه يا رب ويكرمه. انا سعيد بادائه جدا وسعيد ان حد مننا من دمنا ماسك منتخب مصر، فاتمنى ان ربنا يوفقه وتكمل معاه على خير ان شاء الله ويعمل مش عايز تقول له نصيحه معينه مش عايز تقول له لا انا 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 شايف بس ان ان شاء الله بس ربنا يكرم وهنشوف كره مختلفه معاه ان شاء الله المرحله الجايه بس ان شاء الله يعني نكسب شويه كمان ان شاء الله باذن الله. احمد رفعت طبعا الله يرحمه ويحسن اليه يعني من الناس الجميله الناس اللعيبه اللي انا اتشرفت ان انا مرنتها. ربنا يصبر اهله يا رب ومش هننسى ابدا. واحمد بصراحه من الناس اللي الواحد كانت الفتره قصيره لكن انا يعني حبيته جدا 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 يعني. فربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ان شاء الله. الاستاذ كابتن ايهاب جلال يعني انا دايما وابدا هفضل مدين للراجل ده بفضل كبير جدا. الراجل ده ليه فضل عليا كبير جدا جدا، علمني كل حاجه بصراحه. احنا اصحاب يعني احنا اصحاب لكن الراجل ده دايما خسرنا مدرب كبير وخسرنا من ادم كبير وخسرنا شخصيه رائعه وانا دايما طول الوقت فاكره وطول الوقت عمري ما هنساه وربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويلحقنا بيه في الجنه ان شاء الله. وانا متاكد انه في مكان احسن مننا مليون مره يعني، لان إيهاب ما شفتش منه حاجة وحشة ولا عمر حد قابلته اتعاملت معاه وقال لي إيهاب عمل مرة فيها موقف أو إيهاب أنا زعلان منه في حاجة أو إيهاب ولا عمره زعل حد ولا عمره جه على حد. ربنا يا رب يغفر له ويرحمه. خسرنا حاجة كبيرة قوي يا سامي، خسرنا حاجة كبيرة قوي قوي يعني. أنت فقدت حاجة كبيرة كده قوي 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 بصراحة يعني حد مني يعني حاجة كبيرة قوي والله العظيم من جوايا ربنا اللي يعلم إحساسي بيه كان عامل إزاي. وانا الراجل ده قيمته عندي كبيره جدا. انا بقول لك ده 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 ليه فضل كبير عليا قوي بعد ربنا سبحانه وتعالى جوه الشغل وبره الشغل، اتعلمت منه حاجات كتير جدا. ربنا يا رب يغفر له ويرحمه ونلحقه بقى في الجنه ان شاء الله باذن الله. لما بتبقى واقف على الخط بتبقى مشدوده وبتبقى نفسك كده ترتاح شويه يعني شويه تبقى واقف على الخط رجليك بتوجع. طب احنا بنحب نريح شويه عندنا في دكه الاحتياطي بناخد كده نفسنا على الدكه شويه ونرجع تاني. نطلع فاصل على دكه الاحتياطي ونرجع تاني مع نجم التدريب المصري ونجم نادي المقاولين السابق كابتن تامر مصطفى.